السلام عليكم، الفلوج العاشر على التوالي. انا وميزو سهرانين كنا دا منتجه، اتمنى لكم مشاهده ممتعه مفيده. هسه اجينا نتمشى والبطات بنص الطريق واقفات. عذرا الوزات. هلو هلو، انت سد الطريق. يلا لك امشي سريع. يا معودين ايش بيكم يا معودين؟ اطفيكم اطفيكم يا معودين، شو مسوي لكم احنا؟ يا معودين كل شيء ما مسوي لكم يا معودين؟ ترى اسويك دولمه، انت بالتحديد اسويك دولمه، دير بالك، ومرتك اسويها تشريب، ترى دير بالك. هاي حديقه تبعد عن بيتي، يعني 5 دقائق واول مره اجي لها، تخيلوا. الحديقه كلش حلوه ومليانه بط، وهالقد ماكو هوايه بط وموزعات بكل مكان، بكل مكان حاطين هاي القطعه. عبد الله صاير ناشونال جيوغرافيك، شوفوا يروح على البطات، مليانه بط، بق 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 بق، وحتى سلاحف مليانه. اليوم فطور تركي كنا لك عاش وعشتيد هالحبيبتي عتشكرك. اليوم عندنا عرس تصوير مفاجئ، واحنا نموت على المفاجآت، احنا دائما جاهزين. هو فد عرس خطية المصورة مالتهم نكتت بيهم، كانوا متفقين وياها وبطلت، فحكوا ويانا واحنا ضبطناهم. وهاي وصلنا لأكبر مطارات العالم بعد نص ساعة طياتة، طبعا ان شاء الله تلحق. يلا نشوفك على خير حبيبي، مع السلامة. شقد حلو هنا الطيارات، يعني يمرون قدامكم، شكبرها هيجي من فوق. انا اريد افتهم شنو فائدة المساجد هنا بأمريكا اذا هي مقفله 24 ساعه، يفتحوها بس وقت الصلاه يصلون ويطلعون. يعني هذا الشيء كلش انا اشوفه ما حلو. اما بالامارات الحبيبه الجميله، المنظمه المرتبه القوانين وكل شيء، فاكثرهم مفتوحين 24 ساعه ويسوون نشاطات جميله واشياء تعليميه وثقافيه وعلميه تفيدك بحياتك، مو انه تفيدك فقط بدينك. شوفوا لي هاي البيوت، ما شاء الله قصور، تقولون يعني مجمع مو بيت، ضخمين جدا. فهي هي الصاله مثل ما انتم شايفين هنا. أنا حبيبتي راح تصور العروسات وهالسوالف. العروسات راح تصور العروسات، وعلى اساسك عروسات هي عروسه واحدة. أنا صاير هواية أسحق كالعادة. أنا أمنتج بينما حبيبتي دا تسوي شيء هي كانت سنين إلها تحلم بيه، اللي دا تسويها هو شيء من أحلامها، كلش تحب التصوير. التنويع بكل شيء والتغيير بكل شيء، صدقني راح يفتح لك آفاق جديدة بحياتك وأفكار جديدة بحياتك، وراح يزيدك ذكاء. هاي ما عاد يخليك تتعرف على ناس جديدين، تكتشف طرق جديدة، هواية شغلات. فشوفوا هاي بسبب كورونا حاطيها، وشوفوا الديزاين مالتهم كلش عجبني. يعني باختصار محل فخم ومرتب. شوفوا هاي التداخل عدل للحمام هيجي. تخيلوا هاي ب$3.5 لو من ستاربكس شكلها راح يكون أسوأ، وراح تكون $7، يعني ضعف السعر ومو أطيب، ولا هو محل هيجي حلو. فواو هساي جبناها من محل $5، شقد بسيط بس شقد عملي. طبعا سالفة التغيير ذكرتني بشغل اللي هي نصيحة أو حكمة، فهاي النصيحة تقول لك شقد ما السنين والأيام تغير من تفكيرك وعقليتك وطباعك وتصرفاتك وحتى معتقداتك وإيمانك، لكن أبد أبد لا تخليها تغير طيبتك ونيتك وصدقك وأخلاقك، هاي أهم شيء، لكن خليها تتغير للأفضل أكيد، يعني لأن ما بيها شيء إذا أنت عندك طبع مو زين وتغيره عادي. وهذا البايسيكل التعبان راح نرجعه، وما شاء الله عليها الحب، والله ما قصرت، حتى سيارة العرس قاعد تطقطق الأصوات. أما الآن أصدقائي، حبيت شوية أروح عن نفس حبيبتي وأجيبها الحديقة حتى شوية نفسيتها ترتاح ورا العرس، أو خلينا نقول نكافئها بجولة منعشة وجميلة وريلاكسينج نسوي. Unutaram seni ömürlük, düşmezsen ya da sen. Yet bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen. Unutaram seni ömürlük, düşmezsen ya da sen. شوفوا هاي انواع النباتات او الاشجار الموجوده هنا. شوفوا التكنولوجيا حتى انه بالمعلومات، صار المهتم يسوي سكان تطلع له المعلومات عن الشجره. هي هاي المنطقه جدا فخمه والبيوت بملايين طبعا، يعني شلال خفيف بسيط، بس طبعا الصبح يكون احلى والتصوير هم الصبح راح يكون احلى. والحمد لله انه لقينا الشلال، لان لازم نتوضا ونصلي المغرب، صلاه المغرب دائما وقتها كلش قصير. الانبوكسنج رقم مالتي مليون. هاي جبنا واحدة ثانية أرخص بهواية وأحسن بهواية من ذيك مال الأسنان، وأما ثاني شغلة $140. واو البوكس فخم وريحة طيبة. اللي هو هذا الجهاز مال المساج $150، يعني ما يحتاج أحكي لكم، هذا أم الفخامة. هذا يا أصدقائي هو هذا حتى نحافظ على سنوننا، فبي كل هاي الشغلات وإحنا راح نجرب هذه. فهاي باختصار الذب مي كلش قوي، وهذا المي راح ينظف سنونك. فهاي أكثر العالم يحطون وياها أو اللي تمضبوط بي يقتل الجراثيم وكل هاي الشغلات. يعني صدق واو، حسيت روحي رحت يم طبيب اسنان واسنوني ما متنظفه هيجي تنظيف، يمكن من الا لما اروح الطبيب اسنان. الجهاز بالضبط مثل ما الاطباء، هذا اللي يضرب مي كلش قوي ويدخل بين سنونك وعلى سنونك ويطلع لك كل الوساخه والاشياء اللي مترسبه بين سنونك وغيرها. اعتقد انه هو احسن من الخيط اللي تدخله بين سنونك وكل هاي الشغلات، الصراحه يستحق التجربه وراح تحبوه كلش. فهذا الجهاز هو شيء بسيط يخليك من صدق تتاكد انه بالمستقبل راح يكون كل شيء روبوت
الروبوتات وما راح نحتاج، يجوز حتى الطبيب ما يحتاج. مثل هذا واحد من أجهزة الأطباء المهمة كلش، صارت موجودة بكل بيت وتقدر تشتريها بفلس ونص. وأما هسه صديقنا صار يلبس أصفر، غير هدوم لكعوش وماكو ما يتعب ما شاء الله، يرقص صبح وليل. أنا عمري ما شايف هيجي شيء بحياتي الصراحة، حتى ما يطلب فلوس يعني ولا كل شيء، هيجي بس عايش حياته هيجي ويا نفسه سبحان الله. هاي قبل 5 سنوات نفسها بالضبط اشتريتها، كان عليها تخفيض ب$5. الصراحة رجعت لي أيام الماضي وكنت أفرح شلون بأشياء بسيطة كلش، نفسها بالضبط هاي. بس أشتري بايسيكل براسه حظ، ويعني من صدق من هذا الأقدر أطير بيه وما أخاف إنه مو ينكسر بيه أو شيء، فإن شاء الله حجيب حتى خوذة، كل شيء راح أجيب. هذا القسم كل أشياء البايسيكلات كلها اللي تحلم بيها، يعني هذه كلها هي مقاعد أنت تحطها حتى يعني تقعد مرتاح على الكرسي طبعًا، لأنه كراسي البايسيكلات أكثرها غير مريحة، وأنواع المنافيخ وأنواع الأقفال وأنواع اللايتات والشوابة اللي إذا انزرفت تسد روحها بروحها، اللي أنا مركبهم على البايسيكل ماتي أساسًا. منو يحب البي إم إكس اللي يسوون بحركات؟ منو يتذكر أيام هذه اللعبة لما اشتهرت على اليوتيوب والكل كانوا يسووها؟ جينا بيت مرة عمي شوفوا فارشين السجادات كلها قدام البيت، حطيها يعني حتى تنشف، وشاي كرواسون، ورايحين نجيب لقمان من المطار، هو يوتيوبر مشهور جزائري بنيويورك يسوي عروض دائما. Acılara yürüyor korkmuyorum, aradığı kalbini yokluyorum. Cennette çiçek mi toplayayım, herkesi sen gibi toplayayım. Ama sen başka bir kollarda, samsar hoş olmuyor. قصة طويلة كنا طول الطريق نسولف، هذا كاختصار كأنه ما ساني شايل التايمز سكوير وياي يعني. السلام عليكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ مو طبيعي هذا. هسه لازم نضرب المقسوم، هذا الفطور مالتنا، تخيل فطورنا لحم. سلام عليكم. أنا لا أتقن اللغة العراقية ولكنني أتقن اللغة العربية. لغة إنها لهجة. لهجة عفوا. ضيعنا الإكزيت، خلص راح الإكزيت. يا هنا هنا قضيانا الإكزيت. إنه هنا يا بنيتي. نعم يا بنيتي. يلا مع السلامة. إذا تشتري في 6 تشارجر وتتحمس كلش زايد عن اللزوم. الأخ مركب له جناحات متحمس، عباله طيارة عباله كوردت. شوفوا لي. إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. شوفوا لي الديناليات، شوفوا لي ياهم. من أكثر التركات اللي أنا أحبها وطبعاً أحبيها اللي تكون بها 4 كاميرات، تكون بها واحدة بها 4 كاميرات، يعني أنا أموت على السيارة اللي بها 4 كاميرات. اليوم أخذت الشوت الثانية، وهاي الورقة راح تفيدني أكيد بالسفر اللي جاي، انه اني ضد الكورونا خلاص. بس شنو من اخلاق وتعامل فتشي، او ماي جاد، يعني تحسوهم اهلكم هيك هالقد ما تعاملهم فتشي مو طبيعي. الاطباء اصدقائكم تحسوهم. وات، شوفوا هاي الالتيمه ما ادري ايش مسوي بيها. تتذكرون هذا الحلقوم الدزلي يا صديقي من تركيا؟ تعالوا خلينا نجربه اليوم. خلينا نشوف هذه، تخيلوا هاي والطعم هيك يخبل، واطيب واحدة بالحلقوم بلا منازع دائما هي اعتقد من الرمان هذه الحمراء. اللقطات اللي شفتوها قبل شوي انا ودا اكل الحلقوم، هذه كانت البارحه بمثل هيك وقت واني وراها رحت للفراش ونمت فوق ال 24 ساعه كله بسبب اللقاح. يقول لكم هذا اللقاح يسوي بيك حراره ويخلي جسمك كلش تعبان، تظل نايم بالفراش من 24 ساعه ل 48 ساعه وراها يروح. فاني كانت 24 ساعه كله نايم بالفراش ما اقدر اتحرك، او انه يعني جسمي منهك كلش، بس هسه الحمد لله كله تمام. لا اريد اني مال بالزون مال هر اريد. يموت على السبح. طبعا ها هي بس شيء بسيط.
هاي الذرة حبيبتي هسه قالت لي انه دا تشربها ودا تحس دا تشرب مي ماكو طعم. فأنا جربتها والله ما شاء الله البهارات والطعم مليانة أطعمة يعني. وللعلم لما أخذنا الجرعة أنا مجرد كنت تعبان يعني كلش تعبان، ما حتى ما أريد أفكر بأي شيء، كنت بس أريد أنام. أما حبيبتي فكانت حرارتها مرتفعة، كانت تحس جسمها كله يوجعها كله يعني أكثر مني بهواية أذت خطية. فهاي هي الجرعة الثانية. أما الجرعة الأولى كل شيء ما صار لنا. تتذكرون أيام الثلج ولما دعمت سيارة حبيبتي على الرصيف اللي هناك وصعدت فوق الرصيف وصار أكو رجة؟ فهاي الرجة بالستيرين كلش زادت. وللأسف ما أقدر أرويكم بس هنا الويل معوج، الضربة وصلت للويل فلازم أبدله. وش قد دورت ما لقيت منه، وكنت دا أدور على الفيسبوك وسبحان الله واحد من أصدقائي فاتح جنك يارد. الجنك يارد باختصار هي مكان أنت تشتري أو تأجره وتجيب سيارات مضروبة ومكسرة، ممنوع إنه أنت تصلحها وممنوع أي شيء تسوقها وتبيعها كقطع. يعني تبيع الإيرباك مالتها، الستيرن، التايرات، كل شيء تبيع بيها كقطع وتجيب فلوس أحيانا أكثر من سعرها كسيارة. وهواية ناس عرب هم ينام سوين هاي الشغلة هنا. تشوفون الهزة هسه إذا أدوس بريك أو أخفف السرعة تزيد كلش. القديم وهذا الجديد، اشوفه مجرد هاي الطعجة البسيطة مسببة كل هذا الارتجاج المطبيعي. فهذا اللي يسموه الجنك يارد مثل ما انتم شايفين، شكو قطع تحلم بها ما السيارات تلقاها هنا وتجي تاخذها بنفسك وبسعر جدا رخيص. تريد نص هايونداي هيك بس هاي القطعة هم تقدر، واذا تريد نص سوناتا اقصد اكسنت همين نص موجود. وشلون قاصيها قص طبعا هاي هيك اجهزة خاصة. هسه مثلا اكو هذا الرجال جاي يشتري محرك، بس محرك شوفوا توني انا ما كنت اعرف، شاف لي التاير هذا همين اشوف صاير بيه، يعني هذا باي لحظة لا سامح الله يطق على الهاي واي جدا جدا خطر. فهم زين شاف لي يعني شوفوا ايش صاير بيش. هاي نفس سيارتنا وهاي همينة، بس انا احتاج هاي القطعة هسه رح نشلعها. فهاي مقابر السيارات يشتروها وبعدين يبيعون القطع، وانت لما تحتاج قطعة تتصل على الجنك يارد وتحصلها بربع السعر. سيارات مشمرات حتى فوق بعضهم هيك. فتريد تايرات، ترانزميشن، محرك، لايت، تريد كراسي، تريد اي شيء، كل شيء يشيلوا لك اياه. حتى سيارات شرطة موجودة، وهذول خلاص راح يكبسوهم يعني يبيعوهم كحديد. يجي هذا الجهاز ويضغطهم يصيرون حديد ويبيعوها على كمية او وزن الحديد اللي هم طالعين عليه. شوفوا هاي من سيارات الشرطة همينة محروقة شكلها. بدلناها وهاي القديمة. وشوفوا هذا القطار ايش قد سريع جاي، اوف ما شاء الله. التايرين كانوا $50، هسه اترك الستيرن تمشي عدل يعني خلاص. فهسه تتفاجئ حبيبتي انه سيارتها رجعت مثل الجديدة، واليوم سبوي بنص السعر وهي تعشق عشق، ومن التعب ما قدرت تسوي لنا غدا، فراح افاجئها باللفة اللي هي تموت عليها. وشوفوا هاي من اقوى المكنسات بالعالم اللي هي تكنس وتمسح، انه تمسح وتكنس بنفس الوقت رهيبة. فهم عليها تخفيض فد $20، سعرها $250. اول ما راح توصل راح اروويكم اياها ايش قد قوية وايش قد مفيدة، واهم من هذا كله شلون امي راح تفرح بيها. فباختصار اكو فشي اسمه الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى، اللي هو مو تستثمر بالاسهم اللي انت ما تعرف اذا تربح او راح تخسر، انما تستثمر مع الله سبحانه وتعالى. فلوسك تعرف وين تصرفها، وشوف شلون الله راح يبارك لك بفلوسك ويعطيك راحه القلب اللي هي اهم شيء، اللي هي باختصار انه انت تكون سعيد ومرتاح بحياتك حتى لو ما عندك ولا فلس وحتى لو مليونير. اهم شيء انت مرتاح، اذا تفهموني. ايش قد اكو ناس مليونيريه وهم جشعين ويريدون بعد وبعد وبعد وما مرتاحين بحياتهم، وايش قد اكو فقراء الله يحبهم وراضي عنهم ومرتاحين حياتهم وسعيدين وعايشين حياتهم ببساطة. فالله يا رب يرضى علينا ويرزقنا السعادة والراحة بالدنيا والآخرة. وسبحان الله نفس الشيء اليوتيوب تماما. إيش قد أكو يوتيوبرز نزعوا مبادئهم وأخلاقهم، ما نزعوا هدومهم، لا نزعوا الأخلاق والاحترام والمبدأ وكل شيء في مقابل شوية مشاهدات وشوية شهرة، ويسوون أشياء غلط، أشياء حرام، أي شيء يسوي بس على مود يشتهر أكثر أو يجيب مشاهدات أكثر. وإيش قد أكو لا العكس، إنه ما يهتمون، يكون طبيعي ومرتاح وعادي. فشتانا ما بين الاثنين، والحكي والنصائح بهالموضوع ما تخلص. وهسه قررنا نتمشى بمنطقتنا حتى شويه نتنفس هواء طبيعي ويصير جسمنا احسن. ما ادري اذا انتم شايفين الطريق اللي راح نمشي بيه، بس شوفوا الظلام، يعني ظلام دامس. فاي ساعه بالدعش والناس نايمين، ماكو ولا سياره حتى. وهذا الشيء كلش غلط لا تسووه بامريكا الصراحه، بس نادرا نسويه. شوفوا الكراميل ماكياتو صرنا نسويه بالبيت، يعني الشغلات اللي تحبوها بحياتكم حاولوا انتم تتعلمون شلون تسووها وتوفرون على نفسكم كل شيء. واحده من التطويرات للكاستمرز مالتنا، فصور العرس والفيديوهات مالتهم راح تكون بفلاش من هاي الفلاشات الملونة حتى ما يضيعون الفيديوهات وتظلوا وياهم طول العمر. وهذه ما عدا مئات التطويرات الجاية بالطريق، يعني اكو شغلات اشتريتها اليوم واكو البارحة اكو شغلات جاية راح تفاجئ حبيبتي كلش وراح تطور من شغلها، وان شاء الله هاي البداية فقط. كلهم يطلعون ضوء احمر ويسوون فلاشات، يعني شيء حلو. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.